الايفكت التاني بقى، ان بتكلم دلوقتي على الايفكت اوف انفايرمنت اون ام ار اي، يعني دلوقتي الانفايرمنت نفسها بتاثر زي الام ار اي. الفكره في حاجه زي كده فكره بسيطه جدا، ان انا دلوقتي لو عندي الماجنتيك فيلد بالشكل ده، هو اكشوالي هو جوه يونيفورم وكل حاجه، بس اكشوالي الماجنتيك فيلد زي ما احنا عارفين لازم خطوط الماجنتيك فيلد بتبقى دايما كونتينوس، ولازم انها تعمل سيركل، لازم تبقى كونكتد. مفيش عندي حاجه اسمها خط كده وخلاص يبقى هو ده ماجنتيك فيلد، لازم كل ماجنتيك فيلد لازم في الاخر يقفل السيركت بتاعته. اوكي، لازم السيركت بتاعته تبقى كلوز سيركت. فمعنى كده لو انا فرضا حطيت حاجه فيها اير قريبه من الماجنت، هتعملي ديستورشن للفيلد اللي بره، وبالتالي هتعملي ديستورشن للفيلد اللي جوه. اوكي، فمعنى كده ان احنا نتيجه للديستورشن ده، هيبان عندنا بقى في الصوره بتاعتنا ان الصوره بتاعتنا فيها ديستورشن. والحقيقه دي حاجه اللي زي كده انا شفتها حقيقه مره، كان في مستشفى السويس، كان اول ما كانت تركب في السويس الحقيقه بتاعت ام ار اي، كانت ركبت واشتغلت وكل حاجه كانت مظبوطه، وبعد كده بعد شهر لقوا ان الصور بتاعتها كلها ديستورتد. فالحقيقه كان في خلاف بين المحافظه وبين الشركه اللي هي ركبت الجهاز، واضطروا طبعا يجيبوا ناس عشان يعني ايه يفصلوا في الحاجه زي كده. فالحقيقه كنت رحت عشان ابص على الموقف ايه، فالحقيقه اللي لقيته ان لقيت الماجنت اللي كان موجود دوت مركبين فوقيه مباشره ونش عشان يرفعوا مواد بنا عشان يبنوا حاجه في الدور اللي فوق. فالحقيقه الونش لما كان موجود فوقيه كان عامل حاجه زي اللي احنا شايفينها هنا بالظبط، عمل الديستورشن للماجنتيك فيلد، والديستورشن ده سبب ان الماجنتيك فيلد اللي جوه ده كان عمل ديستورشن برضه، حصل فيه ديستورشن، والديستورشن اللي جوه ده على طول بيطلع لنا صوره فيها ارتيفاكتس بتبقى عنيفه جدا. فعشان نعرف بقى ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لنا ديستورشن، لما بتكلم على الحاجات اللي هي مثلا سمول ميديكال انسترومنتس، مثلا زي مثلا بتكلم على مثلا اي حاجه فورسبس، حاجات اللي زي مثلا اي حاجه عموما الدكتور بيستعملها، ادوات صغيره بتاعت الدكتور بتبقى ميتاليك. اوكي، دي برضو يستحسن انها تبقى بعيده على قد ما نقدر. كويس، الهاند تولز برضو نفس الكلام، لو في مثلا حاجات ادوات اصلاح مثلا ولا حاجه بمفكات حاجات زي كده فيها برضو ماجنتيك ماتيريال او فيها حتى ميتاليك ماتيريال، ممكن هي لو موجوده جنب الماجنت برضو تاثر عليه. لما بتكلم بقى ان احنا لو عندنا ستريتشرز بقى على مسافه اكبر شويه، اللي هي الحاجه اللي بنقل عليها العيان، العربيه اللي بنقل عليها العيان، او في عندي بورتبل اكس راي مثلا في اوضه جنبيه ولا حاجه، او في عندي موتورز لسبب من الاسباب موجوده، او ماشينري لاي سبب من الاسباب برضو، مثلا اسانسير مثلا ولا حاجه المكنه بتاعته جنب الماجنت برضو فيها مشكله. الكلام ده كله طبعا بتكلم على حاجات بتبقى السترينث بتاعها كبير، 5 ملي تسلا. كويس، لو الحاجات دي موجوده هنا بيوند ال 5 تسلا دي هتعمل لي مشكله. اوكي، لو الاسترتشر دي موجوده بيوند ال 1 تسلا تعمل لي مشكله، 1 ملي تسلا تعمل لي مشكله. الموتورز والحاجات دي ماشينري لو بيوند ال 0.5 ملي تسلا او 5 داش لاين تعمل لي مشكله. النقطه بقى نلاحظ ان في عندنا اوتوموبيلز واليفيتورز، بتكلم على الحاجات دي عندي، يعني بتكلم على ال 0.1 ملي تسلا، 0.1 ملي تسلا. فبتكلم برضو ان انا لو بركب ماكينه الام ار اي في مثلا في مكان، والمكان ده جنبيه باركينج، لو عربيه بتطلع او بتخش ممكن تعمل لي ديستورشن للماجنتيك فيلد. اوكي، فدي الحقيقه واحده من الحاجات اللي هي يعني فعلا لازم الواحد ياخد باله منها كويس قوي، لان انا شفت قبل كده بعض الحالات اللي كان فيها ماجنت ركبت في اماكن، كان ماشي جنبيها مثلا قطر، او ماشي جنبيها مثلا كان في مترو. اوكي، دي بيحصل فيها مشكله حقيقيه انها بيبقى فيها صعوبه شديده الحقيقه انها تشتغل بشكل مظبوط، يعني تشتغل مثلا لو كان مفيش قطر معدي، لو في قطر معدي بيبقى فيه ديستورشن. اوكي، فلازم ناخد بالنا في يعني من الحاجات الصغيره دي، عشان لما نحط المكنه بتاعتنا في مكان نبقى باصين كويس قوي وشايفين اذا كان الحاجات اللي بره المكان ده هتاثر عليا وهتخلي الصوره بتاعتنا فيها مشكله ولا لا. فاحنا كده شفنا نوعين من الايفكتس اللي على ام ار اي، واحد نتيجه الام ار اي على الانفايرمنت، واحد نتيجه الانفايرمنت على الام ار اي، وواحد فيهم معناه ان انا باكت الام ار اي ممكن تاذي حد، او الانفايرمنت نفسها يبقى فيها حاجه تاذي ماكينه الام ار اي او تخلي الاوبريشن بتاعها يبقى ايه، يبقى انكوركت.